عن سجود التلاوة ماذا يقال فيه؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن سجود التلاوة سنة مستحبة عندما يمر بآية فيها سجدة، فإنه يسجد ويقول في سجوده كما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، ويكرر ذلك ويدعو بما تيسر له من الدعاء. وإن قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه فق سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم تقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فحسن. وإلا فإنه يدعو بما تيسر بعدما يقول سبحان ربي الأعلى ويكرر التسبيح عدة مرات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.